بمعدل قد ايه بتشوف حد تبقى عارف ان هو عامل تجميل؟ كتير جدا. النهارده عايزك توصف لي تفاصيل هذا الكفاح المسلح. لا انا طبيب في الاساس، طبيب مهمته يعالج. ناس كمان ثقافتها الاسنان، لا احنا قدامنا سنين. اي وصفه بعيد عن طبيب الاسنان في الاخر مصيرها تدمير الاسنان. الدكتور نور الدين مصطفى تخرج من كليه طب الفم والاسنان جامعه القاهره، تخصص في مجال تجميل الاسنان، عضو الجمعيه الامريكيه لتجميل الاسنان، عضو الكونجرس العالمي لزراعه الاسنان جامعه نيويورك، احد مطوري حشوات الاسنان التجميليه. اهلا بكم. بلا شك اسنان الانسان شيء مهم جدا. اسنان الانسان تعبر عن اشياء كثيره جدا في شخصيته، ايضا هي مراه للجمال. قد لا يدرك الكثيرون كيف يختلف شكل الانسان بعد اصلاح اسنانه. الاسنان الجميله هي الحقيقه، هي الاسنان المفروض يكون عليها الانسان، المفروض يكون ممتلكها الانسان. الاسنان الغير جميله بتسيء للانسان بكل وجوهه، بتسيء للشكل الجمالي، بتسيء للشكل الوظيفي. النهارده احنا في الجزء الثاني من تجربه مهمه جدا، تجربه التعامل مع اسنان فيها عيوب كثيره، وهذه التجربه في النهايه تصلح هذه العيوب، مش بس بعمليه تجميل. انا شايف ان المساله تتعدى التجميل الى التجميل والاصلاح، وايضا انشاء اشياء مفقوده والتعامل مع مشاكل مرضيه. في النهايه كل هذه الجهود ستتضافر لاخراج منتج نهائي، وهو اسنان شكلا وموضوعا جيدا. لا احد يتخيل كيف يختلف شكل الانسان في الملامح، في التعبير، في الثقه بالنفس، في التناسق الوجهي، في التناسق في الحوار، في الكلام، عندما تصبح الاسنان بشكل جيد شكلا وموضوعا. القصه بدات في الاسبوع الماضي، وبداناها بالجزء الاول وهو طرح المشكله. واليوم سنستكمل هذا الطرح بوجود نتيجة العمل الذي ربما أخذ فترة ليست بالقصيرة وليست أيضا بالطويلة، ولكنها فترة زمنية محترمة فيها الكثير من الجهد والعمل. ساهمت التكنولوجيا في إحداث هذا العمل. المهارة والدقة هي الأهم من التكنولوجيا لأنها هي القائد. أيضا تيم وورك وعمل جماعي، هنشوف مفرداته بعد قليل، ولكن اسمحوا لي أن أذكركم بالجزء الأول من هذه نقول إيه المعركة، نقول التجربة. أنا أفضل أن أسميها الملحمة العلمية الهامة للغاية. تعالوا نشوف الجزء الأول من قصة محمد عاطف. اسمي محمد عاطف، 33 سنة، شغال مدير إنتاج. مشكلتي كلها في أسناني والفراغات اللي جوه أسناني، ما بعرفش أضحك، ما بعرفش أتعامل مع الناس بطبيعتي أوي. شغلي كله بيعتمد على مظهري، اللي قدامي مش عارف اتعامل معاه كويس، مش عارف اتعامل معاه بطبيعتي. يعني حتى لما بضحك بحس ان انا شكل الابتسامه بتاعتي مش حلوه. يعني طبعا انا حسيت ان الموضوع في حاجه مستحيله، يعني ان انا اسناني ترجع طبيعيه او ترجع شكلها كويس. انا توقعاتي بعد ما نعمل العمليه ان شاء الله يعني الموضوع يختلف معايا 100%. الثقه اللي ما كانتش موجوده في ضحكتي او في تعاملي مع الناس والحاجات دي كلها اكيد هتبقى موجوده. الابتسامه هبتسم بقلب جامد جدا، وهتعامل مع كل الناس، وهرجع اتصور تاني بشكل طبيعي، واسناني اكيد هتبقى ظاهره بشكل كويس. المهمه المستحيله كان لها ابطال. اسمحوا لي ان ارحب بطبعا البطل الاساسي لهذه المهمه المستحيله، ضيفي العزيز، القيمه العلميه الكبيره، وطبعا كالعاده بيحمل على عاتقه الكثير والكثير من التحديات في عالم تجميل الاسنان وفي عالم التعامل مع الاسنان علميا ووظيفيا. طبعا الضيف العزيز الاستاذ الدكتور نور الدين مصطفى، اهلا بيك. اهلا بيك يا دكتور، منورنا. انا اتشرفت بيكم. اسمحوا لي كمان ان انا ارحب بقى بالبطل الثاني، وانا بنقول عليه البطل الاول برضه في هذه
التجربة الهامة جدا طبعا ضيف العزيز الاستاذ محمد عاطف. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ محمد. الحمد لله. استاذ محمد عاطف هو من الناس المشهورين جدا في عالم الميديا، وطبعا محمد عاطف كارتر الاسم الشهرة، كارتر اسم مشهور في عالم الميديا في مجال الانتاج تحديدا. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور. حتى الاول عند دكتور نور، احنا هنبدا النهارده برضو بنفس النظام الابيض والاسود والرمادي، المتهم والجاني والبريء. لكن خلينا اسالك عن انا كنت شايف قبل ما ادخل في خضم الحوار انه حاله محمد كانت من الحالات المستحيله، امبوسيبل كيس، حاله صعبه. انا كنت شايف انها، واحنا حتى واحنا بنعرض عليها بنشتغل فيها في الاول، حاله ملهاش حلول واضحه، وحلولها او المستقبل فيها صعب جدا. تخيل الاحساس ده كان عندي. كان عندك عامل ازاي؟ ده كان عندي العكس تماما. ان الحاله بالنسبه لنا اشتغلناها كتير، احنا بنشتغل تجميل اسنان من سنه 2000، فبقى لنا 16 سنه بنشتغل. ف 16 سنه شفنا حالات كتير جدا، عرفنا في ال 16 سنه انسب حلول. احنا دلوقتي الحمد لله الكيس وهو داخل لسه جاي داخل وانت بتكلمه عارف انت هتعمل ايه. لسه ستيل في ناس يعني عشان يشتغل لسه بقى هيقعد يحلل الكيس، لا احنا شفنا كتير، فخلاص بقت الكيس دي بقت بالنسبه لنا خلاص قواعد ثابته. انا الحاله دي محتاجه 1 2 3 عشان اوصلها، لان عملنا منها كام كيس؟ 1000 كيس. في كيس عملنا منها 500 كيس، خلاص انت شايف الكيس كتير. اهم حاجه في التجميل الخبره، لان في كيسز بتبوظ لان الدكتور مش عارف هو مثلا هيحضر السنان من انهي، يعني عنده سبيسز، طب هيحضر من اليمين ولا من الشمال، هيقلب السنه لاترال لكناين ولا كناين لاترال، هيفرق السبيسز ازاي. كل دي حاجات محتاجه خبره علشان خاطر تقدر تطلع الحاله كويس. هنذهب الى نظامنا في الناس الحلوه، هسالكم دايما بالسؤال وفي اختيارات وهتجاوبني، هتنقل الاختيار ثم هتقول لي ليه اخترت هذا الاختيار. تمام. الموضوع ليس مستغربا يعني، لا انا بالنسبه لي بقى مفيش، وطبعا محمد يعني عارف النظام كويس قوي. سنذهب الى الجزء الاول، الابيض والاسود والرمادي. ابيض اسود ام رمادي؟ هبدا بالدكتور نور الاول. يعتقد الكثيرون في مصر، كثيرون، ان حالتهم في تجميل الاسنان حالات ميؤوس منها ولا يمكن التعامل معها، او امبوسيبل، حالات مستحيل. ابيض اسود ام رمادي؟ اسود. اسود تماما. اسود. ليه؟ مفيش حاله ان شاء الله مستحيل. حتى مهما كانت صعبه، اي حاله ليها علاج. الفكره تبقى عارف طريقه العلاج ده والسيكونس السليم ليه، والسيكونس اهم، يعني تتابع التعامل مع الحاله اهم من ان انت تعرف كمان ازاي تعالج. ليه؟ لان لو انت مش عارف ان انا النهارده هعمل نحت تجميلي للسة، ولازم انتظر بعد نحت التجميلي للسة الفتره الزمنيه الكافيه ان اللسة يحصل لها التئام كامل، طيب انت هتيجي، ودي غلطه هقول لك، افريج 1 في 1000 من دكاتره الاسنان هم اللي بيعرفوا امتى هيشتغل وهياخد مقاسات على لسة اشتغل عليه. الدكاتره معظمها بيستعجل، عمل لسة، عمل نحت تجميلي، يلا بينا ناخد مقاسات، عمل التركيبات، فجاه يلاقي اللسه خدت وضع تاني، خدت وضع يا اما بالزايد او بالنقصان، تبوظ الشكل تمام. علشان كده احنا كان مهم قوي عندنا ان يبقى عندي اسم خاص بعلاج اللسه بس، على راسه استاذ دكتور كريم حمدي، ياخد دكتوراه من امريكا في علاج اللسه، فبالتالي انا معايا حد اثق فيه لما بيبدا يشتغل على اللسه بيقول لي احنا بعد اسبوع هنشتغل. طب بعد الاسبوع بجيب الحاله قبل ما ابدا، حاجه يا دكتور شايف ان الكيس نبدا نشتغل فيها؟ مستحيل انك تستعجل، لان الحاله دايما انا باكد عليه، حضرتك هتاخد اسنان ان شاء الله بيرمننت، هتاخد سمايل، هتعيش معاك باذن الله طول عمرك. ما تستعجلش في يوم او يومين او ثلاثه، خلي الدكاتره تاخد راحتها في الشغل، لان في الاخر المجهود اللي بيبذلوه هو عشانك انت. الاستعجال ما هو بيقلل من شغلهم، لا، كل ما بتستنى اكتر بتاخد شغل اكتر، فبالتالي ده لمصلحتك انت الشخصيه. اللي احنا شفناه، الصوره اللي احنا شفناها تعبر عن مشاكل موجوده في الحاله. بالظبط. مشاكل قد ايه كانت موجوده في الحاله. بالظبط. هذهب الى محمد، هسال كارتر بسؤال مهم جدا. الانسان سواء الرجل او الست، احنا بنتكلم على الشباب بشكل مباشر، يمكن البنات بتعبر اكتر، التي تعاني من مشاكل في اسنانها، عندها معاناه من مشاكل في اسنانها،
هذه المعاناة أكبر بكثير مما يتصوره البعض، حتى وإن لم يعبر عنه الشخص الذي يعاني من مشاكل في أسنانه. هل هذا الكلام صح، أبيض أم أسود أم رمادي؟ أبيض طبعا. أبيض طبعا. ممكن المعاناة تكون أكبر بكثير من قدرتي حتى. طبعا. إزاي؟ في حاجات كتير قوي يعني. انا بالنسبه لي موضوع السنان ده انا ما كنتش متوقع تماما ان هو ممكن يتحل يعني. يعني انا كنت شايف دايما سناني حاجه كده مقرفه، مش عجباني خالص، حتى في ضحكتي في اي حاجه في الدنيا بعملها بدريها، مش حابب المنظور الموضوع. ولما جربت ورحت لكذا كذا دكتور يعني استفسر منه ممكن اعمل ايه، في ناس ادتني مواعيد شهور، قالت لي احنا ممكن في خلال سنه ونص نعمل مش عارف ايه ونظبط ايه وحاجات غريبة كده. طب تمام. والتكلفة ايه؟ كلموني في تكلفة مش طبيعية. وفي ناس قالت لي لا احنا ممكن نركب حاجة ونعمل حاجة ونسوي حاجة. فالكلام كله ما كانش فيه ثقة. فكان بالنسبة للموضوع مش نافع يعني. وشفت ناس من صحابي حصل لهم نفس المشاكل وراحوا عملوا عند دكاترة وفي الاخر الموضوع هو هو يعني. ما حصلش فرق كبير يعني ولا اي حاجة. فده بالنسبه لي كان استحاله ان هو رغم ان انت معروف ان انت شخصيه مرحه، لكن المعاناه اللي انت بتحكي عليها دي هي معاناه داخليه ما بيعبرش. لا طبعا ما يعني بتبانش. ما بتبانش. انا طول الوقت بضحك وطول الوقت حاطط ايدي على بقي. طول الوقت بضحك وبضحك اللي حوالي، ما حدش واخد باله طبعا. وانت ذاهب او انت مقرر ان تكون في رحله علاج للاسنان، كنت تعتقد اعتقاد جازم بأنك هتواجه مشكلات عديدة، آلام، خيبة أمل؟ هذا الاعتقاد كان في عقلك طبعا لوستينج تايم، فقد وقت. كان كل هذه الأفكار تدور في عقلك وأنت في رحلتك الأولى لبداية الرحلة العلاجية للأسنان، أبيض أو أسود أم رمادي؟ أبيض. كان ده كله بيدور في كل ده في دماغي. احكي لي بقى. كل ده في دماغي طبعا. وشايفه طول الوقت ان انا برضو فكرة ان انا اخش في حاجة كأن انا مثلا كل يوم هقول انا هخس فاروح احجز في الجيم وما اروحش بعد كده، فكرة ان انا هبدأ ومش هكمل. فكل الموضوع معايا كان ازاي انا هبدأ في اسناني وهكمل. فده طبعا شفته عن طريق الدكتور نور، شفت حلقات ليه مع حضرتك وشفت حالات شبه حالاتي بالظبط، فبتفاجئ بلاقي تغيير وبلاقي مواضيع. فلا ده كده الموضوع ممكن يختلف. بس وانا رايح قلقان وحاسس ان نفس المواضيع هتحصل معايا والتاخير والالم ومش عارف انام من سناني ومن وجع سناني، حقن البنج بطريقتها اللي بنشوفها في كل حته، الكلام ده كله. لما رحت هناك الموضوع سبحان الله اختلف تماما. ايه اللي لقيته؟ لقيت انا دخلت يعني حته في اوروبا مش في مصر خالص، دخلت مكان موجود في اوروبا، دخلت مكان شفت قد ايه الناس دي بروفيشنال، شفت قد ايه الناس دي بتتعامل هم عندهم هدوء بالوقت. الحركه نفسها هاديه جدا، انت ما بتعرفش مين راح فين وتحرك حواليك ازاي، وبعدين ده خرج وده دخل بالظبط. مش عارف انت لو انت ما دققتش في مين دخل ومين خرج انت مش هتحس ان فيه فلان انا خرج مش يعني انا في وقت دي معين دي حاجه على فكره غريبه في وقت معين انا في وقت في دكاتره ما عرفتش مين اللي دخل ومين اللي عمل في اسناني ومين اللي عمل ايه. حد بتاع لسه دخل ومين خرج وبتاع جذور دخل. لا بتاع لسه ده موضوع ثاني. دكتور كريم ده موضوع ثاني. هو في هيبه، موضوع كده في هيبه، هو داخل عليك انت بتحس ان هو ده اللي هيقلب لك الدنيا، هيغير لك شكلك. وبصراحه انا شكلي قبل كده انا مش مصدق ان شكلي قبل كده كان كده يعني، سناني واللثه بتاعتي والحاجات. محمد انا لما اشوف انا شفتك قبل طبعا عارفك كويس جدا قبل وبعد. ممكن اللي قدامي ما يحسش بالفرق. لا ده انا اكتشفت او استغربت ان وشك كل المنطقه بتاعت المندب اتغيرت نفسها اتغيرت، كما لو كانت دائمه الالتهاب خف الالتهاب بتاع وجهه. يعني كارتر اللي اكتشفت انه كان وشه دائم الالتهاب تمام طول الوقت، في تورم منتفخ طول الوقت. لكن بدات بقى خلاص بدات تبقى فاميليال مع دخلت بقى الموضوع، لقيت الموضوع جميل يعني استمتعت بقى. ميعاد الساعه 10 اخد بعضي واروح الساعه 10 مفيش اي مشاكل، ادخل اقعد الوقت بتاعي اخلص امشي مفيش اي مشاكل. جوه بقى انا حتى لو قاعد منتظر حد جوه انا قاعد جوه مستمتع بكل حاجه في العياده، الدكاتره خلاص عرفوني. بنهرج مع بعض، بنتعامل مع بعض عادي، الموضوع عيله. انت داخل رايح للناس بتحبهم وبيحبوك، بيعملوك معامله في منتهى الجمال.
فشفت حاجة مش موجودة في مصر بجد والله. اسمحوا لي ان ننتقل الى الجزء الاخر، المتهم والجاني والبريء، وهنشوف كارتر هل كان متهم ام متهم ام جاني يعني او بريء. هنشوف نشوف مع بعض هنشوف المتهم والجاني والبريء. جاني متهم ام بريء؟ في المتهم والجاني والبريء طبعا انا حرصت ان انا اقول متهم ولا جاني، وبعدين يعني قلت يعني واضح ان انا عايز يعني الصق بك تهمه. انا هسالك سؤال واضح جدا، ما تراه او ما رايته في الحاله التي وصلت لها الاسنان، هل ترى بامانه شديده انك كنت انت تلعب دور في تدهور حالة أسنانك للطريقة أو للدرجة التي كانت وصلت ليها؟ هل ترى نفسك في في في, في التعامل مع أسنانك كنت متهم ولا جاني ولا بريء؟ متهم طبعا. ولا جاني؟ متهم وجاني. كنت بتعمل إيه؟ لا ما كنت مهمل جدا فيها، يعني مش في دماغي أسناني أصلا خلاص، ما هي شكلها أصلا مش عاجبني، فأهتم بيها إيه أكتر من كده؟ فكنت مش مديها أي اهتمام في أي حاجة. بس دلوقتي الموضوع اختلف. لا دلوقتي انت دلوقتي اسناني اهم عندي من اي حاجه تانية خالص. انقلب كويس، بس الاعتراف سيد الادله يعني. حلو قوي. هذهب الى سؤال مهم جدا، الطبيب الذي لا يشارك الحاله في او بمعنى اصح يعني خطه العلاج، يشارك الحاله او يشرح للمريض خطه العلاج، هل ترى هذا الطبيب متهم ولا جاني ولا بريء؟ لا جاني. جاني طبعا، لازم يشاركوا في حتى في حاله معقده زي كده. بص حضرتك، انت دلوقتي اللي جاي يعمل تجميل، جاي يعمل تجميل ليه؟ لان هو دايما لما بيبص في المرايه بيشوف حاجه مش عاجباه، ولما دايما بتشوف في نفسك حاجه مش عاجباك فدي بتعمل لك مشكله نفسيه. انت رقم واحد لازم تقعد تشرح له كل المشاكل اللي عنده، ولازم تشرح له انت هتوصله للنتيجه شكلها ايه وازاي، علشان خاطر يطمن. انما اللي هو انا الدكتور وما تسالش، على فكره هتوصل بعد كده لنقطه خلاف، ونقطه خلاف كبيره. على فكره برضو اللي خلاني اكمل مع الدكتور نور، ان انا بقيت داخل كل يوم وانا رايح العياده عارف انا داخل اعمل ايه. بدخل على الكمبيوتر اقول له انا مع دكتور علمي النهارده، مع دكتور فلاني النهارده، عارف انا هعمل ايه. لان الدكتور نور قعد معايا في البدايه وقال لي احنا هنعمل 1 2 3 4 خطواتك هتمشي بالشكل ده، هنشيل جزء من اللسة، هنتأخر عنك شوية عشان خاطر اللسة تلحق تظبط وما تلتهبش وما تتعملش. انا بقى كنت انا مستعجل نفسه، لا ما اللسة ما فيهاش حاجة والجميلة والدنيا حلوة وده نعمل، يقول لي طب روح بس تعالى لي كمان يومين، تعالى لي مش عارف ايه كده. بقى الموضوع انا داخل عارف الدنيا كلها ماشيه ازاي وفيها ايه وخطواتي ايه بالظبط. فكان الموضوع بصراحه يعني مش طبيعي. طيب مش طبيعي في مصر. مش ماشي. هنذهب الى المنطقه الثالثه، منطقه الوهم والشك واليقين، وعايز بقى نشوف الوهم كان عامل ازاي، واذا كان في شك برضه ازاي تم علاجه، وكان موقع اليقين فين. تمام متفقين؟ متفقين. وهم وشك ويقين. وهم شك أم يقين؟ محمد، لو قلت لك هل كان يقول أو يقول في خاطرك أنه يمكن لدكتور واحد، دكتور أسنان في عيادة مع احترامي طبعا لكل الناس، أنه يقوم معك بكل الشغل اللي تحتاجه اسنانك، من تعامل مع اللثه، من تعامل مع الفراغات، من تعامل مع الجذور اذا كان في مشاكل في حشو الجذور، واحد هو اللي هيلعب كل الادوار، هيهاجم ويدافع ويقف جول، هيعمل كل حاجه. ده في رايك لو انا دلوقتي قلت لك هذا المعنى او احد ناقشك في هذا المعنى بالشكل ده، هل ده تعتقد انه وهم ولا شك ولا يقين؟ دلوقتي ولا دلوقتي. دلوقتي ولا قبل؟ اصل انا قبل كنت فاهم كده، كنت فاهم ان انا اروح لدكتور واحد هيعمل لي كل الكلام دوت. دلوقتي لا، دلوقتي طبعا ده وهم. وهم؟ اه طبعا فهمت انه وهم. اه طبعا وهم، ضحك على الدقون كمان، اللي واحد يعمل كل حاجه. اه طبعا. طيب هو نفس السؤال طبعا وهم. احنا الحمد لله من اول الناس اللي من 16 سنه اقتنعت بفكره الفريق، ومن اول الناس، وعشان كده احنا معانا النهارده، عشان بقى لنا 16 سنه فاحنا معانا فريق منتخب العالم في طب الاسنان. وليه منتخب العالم؟ ليه بسميه كده؟
ان هو فعلا مثلا هتلاقي دكتور كريم المنتخب العالم ده. بص السؤال ده يوم ايه او ايه الوقت اللي طلع في دماغك ان انت تسمي التسميه دي؟ اصل خلاص بقت ملتصقه بيك منتخب العالم في طب اسنان. على فكره هذه التسميه انا بتبسط منها قوي. انا هسمع رايك ان انت بتفتخر بالناس اللي بتشتغل معاك. طبعا ايه عاطف؟ انا شايف ان هو فعلا كل واحد عنده متخصص في حاجه هو محترف فيها. هو جايب من المانيا وجايب من فرنسا وجايب بالظبط ان هو لامم الموضوع كله في حته. والغريب بقى ان هو الدكتور نور يعني ما شاء الله بيدخل في كل حاجه في السنان يقول له احنا محتاجين تعمل كذا 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 كذا, فتلاقي الدكتور بيقول له تمام احنا كنا هنعمل كذا. نفس الكلام بالظبط اللي دكتور نور عايزه بالملي يعني. هو فاهم في كل حاجه. احنا شفناه في الحاله اللي فاتت بالتفصيل. فانت خلاص اقتنعت بانك انت هتفتخر بيهم ويبقى في تفاهم. حولت الفكره الى ترند ماركت. تمام. ليه؟ لان انت حضرتك دلوقتي عايز تحصل على نتيجه كام في الميه؟ انت لو رايح عند دكتور نفسك تحصل على نتيجه كام في الميه؟ 100%. 100% صح؟ طيب لو انا افترضت ان انا من اعظم دكاتره علاج العصب وبعمل علاج عصب 100%, بس اكيد انا مش اعظم واحد بقى ما دام انا 100% يعني مش هبقى اعظم واحد بيعمل اجلسه. مستحيل. ولا هبقى اعظم واحد بيعمل تقويم, ولا اعظم واحد بيعمل علاج عصب. صح كده؟ طيب يبقى في الاخر لو انت خدت مني من منتوج انا من العلاج العصب 80% ومن علاج اللسع 70% ومن التركيبات 100% ومن التقويم 10%. دي اسنان وبعض. انا متفاجئ. احنا انا ليه هنا الاسنان دي جايبينها بالمنظور ده؟ فاكر حضرتك لما جبت لك صوره الاسنان الطبيعيه؟ شايف هنا التعريجات الطوليه. التعريجات دي على فكره وانت بتبص لها دلوقتي مش موجوده. ما تبص فيها, بص في اسنانك. مش شايفها. بس التعريجات دي معموله على سكيل رفيع جدا ما يبانش للعين المجرده. احنا مكبرين هنا الصوره قد ايه؟ الصوره دي متكبره حوالي 10 مرات عشان يبان الكلام ده. بس التعريجات دي اللي تخليك وانت باصص عليه تعرف ان الاسنان دي طبيعيه تماما. بص الترانسلوسنس السنه تفاعل الضوء معاها. هنا بقى مهم قوي ايه؟ اختيار المواد. تختار احسن مواد. بص هنا الضوء لما نازل على السن سنه لو انت شايفه دي سنان طبيعيه جدا. الماتيريال دي ماتيريال براءه اختراع شركه المانيه هي الوحيده اللي بتعملها, واخده البراءه دي لان هي المنتج الوحيد اللي بيتعامل مع الضوء زي الاسنان اللي ربنا خلقها. ربنا خلق الاسنان بتعمل ثلاث حاجات في الضوء, بتمتص جزء وتعكس جزء وبتمرر جزء. هي بتعمل ده بنفس الطريقه, فعشان كده واخده براءه اختراع فيه. هنا طبعا شايفين بعد خلاص اللسع الحمد لله مفيش حاجه باينه فيها طول السن. انا خد بالك السبيس, فاكر لما قلت لك ازاي اقفل السبيس من غير ما السنان تعرض؟ انت حاسس هنا ان السنان عريضه ولا في تقسيم للاسنان طبيعي؟ لان معمول دراسه لوضع الاسنان والمسافات بينهم والمسافه ما بين الناب للناب, ومعموله معادله مظبوطه تطلع النتيجه بالجولدن بروبورشن. بنتعامل بالنسبه الذهبيه 0.618 في الحاله دي, بنتكلم في الواحد في الالف يعني حساباتنا محسوبه بالواحد في الالف. انا بتشكر جدا على هذه الزياره يا محمد, ومبروك على السنان الجديده. وانت طبعا عزيز على الوسط الاعلامي كله. محمد عبد الضيف العزيز كالعاده بتبهرني وكالعاده بتسعدني سعاده غامر باصرارك الرائع جدا وانغماسك الكامل جدا في عالم الاسنان بكل صعوباته وبكل تحدياته, لكن في النهايه بتنجح في التحدي الاكبر وهو الوقوف امام حالات قد يصفها البعض بالمستحيله صعبة, ولكن بتطلع النتيجة يعني أجمل مما نتخيل. نورتنا دكتور نور. شرفت بيك. نذهب إلى اللحظة وخليكم دايما مع الناس الحلوة. أول حاجة هنتكلم عليها النهاردة هو السيريك سيستم. الجهاز ده اداني احسن اوبشن ان انا اعرف اشتغل التركيبات الثابته بتاعتي. الفكره كلها ان انا باخد صوره ديجيتال للفك العلوي والسفلي, وباخد العضه وبحدد المارجن بتاع التركيبه بتاعتي. اخر حاجه ان هو بيستخدم حاجه اسمها ايماكس كاد. ايماكس كاد دي اعلى نوع ماتيريال للتركيبات الثابته اللي انا ممكن استخدمها. يعني مجرد ما انا لزقت الماده دي, مزقت الكراون بتاعي مع السنان, انا مش عارف افكها مهما كان. فهي اكنها سنه طبيعيه بالظبط, اكني بعوض العيان بسنه من نفس الماتيريال بتاعت السنان من نفس لون الاسنان. ما بيحسش ان احنا مركبين تركيبه او في حاجه عاليه او في حاجه بارزه, في حاجه مضايقنا. كل ده مش موجود مع الماتيريال الجديده ومع التكنولوجي سيستم الجديد.
الارتباط الوثيق بين السكر والسمنه لما بيبدا يحصل زياده في الوزن وزياده في الدهون يبدا يحصل ترسبات دهنيه في البنكرياس وبالتالي وظيفته بتقل. ان العرض ده يختفي بالمنطق لما الوزن يقل. مع تطور عمليات جراحات السمنه وبالذات عمليه تحويل المسار يحصل نسبه شفاء تامه من النوع الثاني وتحسن كبير جدا وملحوظ من النوع الاول في مرضى السكر. ازاي اكتسبت الوزن ده؟ السكر بدا معاك ازاي؟ وانا في عز نوم كنت بتخنق خنقه بدوري مراخيري. السكر باهي مع الانسان كانه وحش بيفترس الانسان قدامه. النهارده لي شهرين عامل عمليه خسيت فوق ال 22 كيلو. المريض يبقى فاهم ابعاد العمليه بيساعد كتير قوي في نسبه نجاح العمليه. في تقدم طبي كبير في استراليا، اشمعنى اخترت ترجع مصر؟ هو عمل معايا معجزه بصراحه.